شايف ما قطعناش طريق، ما كسرناش حزات، لان له لازم تخصموا على قلبنا، ما عملناش اي حاجه. يعني شعب فاهم، ناس سلميين، بنطالب بحقنا بكل احترام. دي ورقه تثبت ان في حد له مصلحه بياخد فلوس للشعب. المفروض العامل 500 جنيه غرامه لو ما يجي التفتيش يشوف الاضرار. ولينا 7 ايام ما فيش حد يجي يفتش من 2007 لحد 2014. معنى كده احسب 50,000 عامل ب 500 جنيه، دول غرامه عليه في 7 سنين. المفروض المبلغ ده لا يقل عن 30 مليون جنيه كان دخل الدوله. لا، بيدخل بقى في ايه؟ بعمل مستشفى العامل وجهتها ما تكلفوش 10-20,000 جنيه، بقول لك راجل خيري. باكر على جامع جايب له حصتين بلاستيك، بقول لك راجل خيري. بيجي في الارباح احنا تعبنا وشقانا يطلع فلوس، بيقول لك خيري. ويعيش العمال، ما عندناش نقابات عمال جوه، ما فيش حد بيتصدى حقنا. صابرين بقى لنا 10 سنين بس خلاص. 25 يناير سكتنا، حطينا الجزمه فوقنا، سكتنا عجله تمشي، كنا فرحانين. 30 يونيو سكتنا، ما اتكلمناش وسكتنا، ما حدش عبرنا ولا حد جاب لنا حقنا. انما احنا من النهارده الخميس هنصعد الامور، بنطالب الحكومه بالتدخل. الوزير اللي مش قادر يحمي العمال ما يقعدش على الكرسي بتاعه. كمال ابو حيطه بوجهها لك، انا كنت بطلع لك في كل مؤتمر وكنت بقول لك انت المناضل على صفحتك على الفيسبوك، مكلمك 4 مرات كان حشره. بصيت للناس التانيه اللي وصلتك للكرسي وانا ما عبرتنيش، مع ان انا العامل اللي يوم ما انت مسكت اقسم بالله كنت فرحان وبقول لزمايلي اليوم في عيد، لان الراجل ده المناضل العمالي. المناضل العمالي دلوقتي بس في التكييف. ما كناش ليه؟ كان بيروح يخزن المحل ليه؟ عشان عددهم اكبر مننا، عشان ياخد شعبيه. يا استاذ كمال ابو حيطه، شعبيتك بتقل، شعبيتك بتقل.